في أول العام كان إن المبادرة الأولى اللي قامت المدرسة الإعدادية كانت محاولة اللي حوربت، فبعد التجربة الأولى طبعاً التجربة الأولى آخرش انتهت باتفاق مع البلدية ومع الوزارة، العام بلشنا بتجربة جديدة، أخذنا رخصة، الجمعية أخذت رخصة لإدارة مدرسة، رخصة كاملة متكاملة. طبعا المدرسة اليوم احنا معنا رخصة بس معناش هكرام من وزارة المعارف، طبعا ايش بكون انه قالوا انه احنا بناخذش اخر ايش تكسير للتعليم نفسه. في يعني العام على سبيل المثال الطالب المعدل كلف 10400 شيكل، ولما طلبنا الاهل يدفع 7000 شيكل كان القرار عندنا استصعبناه، لان احنا دائما كنا نقول هدفنا المدرسة للفقير قبل الغني. فلما جينا لقرار 7000 شيكل كثير بذاكر كجمعية بنقول ما احنا بنحارب فكرة ثانية، ولكن مصراد حدوق حطنا النقص ذيك العام وانجبرنا بتكيكة 90 كل عام بدنا نخص 7000 شيكل لنكسب الرخصة اللي اخذناها ونفتح المدرسة، وبدنا هسا نتغافل عن قصة القسط العالي. هسا احنا مش مقبلين على السنة الجديدة، بدنا ناخذ اخرى فوق صف السابع، وعندنا صف السابع نروح صف الثامن، فصلنا بحاجة اليوم لبناية. احنا لحد هسا علمنا الطلاب بالمدرسة الثانوية الاهلية، وهسا صار الحاجة ان احنا بدنا مدرسة. طبعا المدرسة تكاليف عالية يعني تفوق 10 ملايين شيكل، باب التبرع مفتوح للمدرسة بشتى الأشكال بشتى المجالات، في عنا تفصيل موجود عندنا بالجمعية، اللي بحب يتبرع المتر الخيري، اللي بحب يعني في واحد من الأشخاص اللي ما جاش اليوم ودانا ورقة إنه السقف الجاي تاع المدرسة علي، وقبل برضه صار نفس الشيء، وإن شاء الله إنه السنة الجاية نبكى على عشاء خيري في قاعة المدرسة الأهلية الإعدادية ونحتفل سويا بمشروع لكلياتنا إن شاء الله في 10-15 سنة، لما نشوف قيادات موجودة بكل المواقع بالبلدية وبغير البلدية بنقول والله هذا الولد قبل 10 سنين تعلم بالأهلية وأنا كنت جزء إنه وفرت له الجو إنه اليوم أجي ينقذ بلدي. الأموال كثيرة ولله الحمد، ولكن النفوس والأسف شحيحة، هناك ضن في مثل هذه الأمور. المسلم لابد أن يجود، لابد أن يبذل، لابد أن يضحي، لابد أن يعطي. لو قارنا بين الواقع الذي نحن فيه وواقع الصحابة، نحن نعيش في خير عميم وخيرات وافرة. نسأل الله أن يحفظ علينا أن هذه النعمة وألا تتبدل هذه النعمة، ولكن لابد أن نشكر هذه النعمة. شكر هذه النعمة أن نتصدق من أموالنا، أن نقف على حدود الله، أن نسارع في الخيرات، أن نكون بأعمال البر حتى لا تتغير هذه النعمة. ومن المسؤولية فعلا أن نساهم حقيقة في مثل هذا الصرح والبناء العظيم الذي بإذن الله نتفائل به خيرا، سيخرج الأجيال التي تقود المجتمع في المستقبل القريب.